أين تذهب الحشرات في الشتاء؟ نشرت دورية ساينس العلمية دراسة جديدة تفيد أن الحشرات الطائرة تهاجر كل موسم، وتعتبر هذه الظاهرة أكبر هجرة وجدت في العالم في عصرنا الحالي، مما كون كتلة حيوية أكبر بـ8 مرات من حجم الطيور المهاجرة من بريطانيا إلى إفريقيا. فقد أوضح الدكتور نير سابير من قسم التطور وعلم الأحياء البيئي في جامعة حيفا، وهو أحد مؤلفي هذه الدراسة، إن هجرة 3.5 تريليون حشرة بكتلة حيوية يصل حجمها لأكبر بـ7 مرات من كتلة الطيور التي تهاجر من بريطانيا إلى إفريقيا. تؤدي هذه مضاعفات بيئية كبيرة في الحشرات حساسة جدا لتغير المناخ، وهذا ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في عدد الحشرات المهاجرة، مما يسبب تغييرات بيئية مهمة. وعلى الرغم من كون الحشرات الطائرة تشكل واحدة من أكبر التجمعات في العالم، فلم تجرى حتى الآن أي دراسة كمية شاملة لهذه الظاهرة. وقد افترض الباحثون أن هنالك العديد من الحشرات التي تهاجر موسميا، لكن لم يعرفوا نوع الحشرات ومتى تتم الهجرة وما نطاق الهجرة إلى آخره. وغيرت دراسات دولية واسعة النطاق قام بها باحثون من جامعة حيفا ومن جامعة نانجينغ الزراعية ومن جامعة إكستر ومن الجامعة العبرية في القدس ومن جامعة غرينوتش وباحثو روتامستد هذا الأمر. ومن أجل جمع البيانات ركبت رادارات منذ نحو 15 عاما في جنوب إنجلترا، واستخدمت بيانات هذه الأجهزة لتقدير حجم الكتلة الحيوية للحشرات في مساحة 70,000 كيلومتر مربع. وقاست أجهزة الرادار هذه قامت بحساب وزن الحشرات وسرعة واتجاه طيرانها وعلوها، كما استخدمت شباك خاصة لجمع عينات الحشرات التي يقل وزنها عن 10 ميليغرام، وجمعت بيانات للحشرات التي تطير على علو. وأظهرت النتائج بوضوح اتجاه حركة الحشرات جنوبا في فصل الخريف وحركتها نحو الشمال في فصل الشتاء. وتفاجأ العلماء بحجم هذه الظاهرة، فقد كونت 3.5 تريليون حشرة مهاجرة في كل موسم كتلة حيوية يصل وزنها إلى 3200 طن. ولم يفحص باحثو الدراسة نقاط الانطلاق والوجهات لكل حشرة، لكنهم يعتقدون أن هذه الهجرة تمتد لعدة مئات من الكيلومترات على الأقل، وربما أكثر من ذلك بكثير. ووضح الدكتور سابير، لا بد أن تأتي هذه الحشرات إلى بريطانيا في فصل الربيع، بما أن هنالك دليل بأن هذه الهجرة تحدث ما وراء البحار، وكون بريطانيا العظمى هي جزيرة، فيجب على البعض منهم الوصول إلى قارة أوروبا في الخريف. ومن الغريب أيضا أن الحشرات تعتمد على الرياح للوصول إلى وجهتها باختيارها لتدفقات رياح محددة، فتستغل الحشرات الرياح الجنوبية في الربيع والرياح الشمالية في الخريف. كما أضاف الدكتور سابير، تقوم الحشرات باختيار وجهتها فعلا، فقد فوجئنا بوعي الحشرات في الاستفادة من قدراتها الملاحية من أجل الوصول لوجهاتها باستخدام الرياح. فقد جمعت الحشرات الأكبر حجما بين سرعة طيرانها الطبيعية مع الريح من أجل الوصول لسرعة تصل إلى 58 كيلومترا في الساعة خلال مواسم الهجرة. وتخلق هذه النتائج تداعيات على العديد من الأنظمة البيئية وحتى لحياتنا اليومية، ففي معظم الحالات تتضمن أجسام الحشرات 10% من النيتروجين و1% من الفوسفور، وهذا مما يجعلها أسمدة ممتازة للنباتات والمحاصيل والمواد الغذائية اللازمة لآكلي الحشرات مثل الطيور والخفافيش والحيوانات الأخرى. وبالإضافة لذلك، تلقح الحشرات النباتات أو تكون آفة للمحاصيل أو تقتل الآفات الأخرى، كما تنقل الأمراض والطفيليات وغيرها من الوظائف الأخرى. فوضح الدكتور سابير، لدى هذه الكتلة الحيوية الكبيرة أهمية هائلة لعمل النظم البيئية المتنوعة في أجزاء كبيرة من الكرة الأرضية ومن جوانب أخرى في حياتنا اليومية. فتعد دورات النيتروجين والفوسفور مهمة جدا في الطبيعة، خصوصا وأن هذه المواد الكيميائية تشكل عنصرا محدودا في السلسلة الغذائية، وتنقل هذه الحركة الهائلة من الحشرات المواد الحيوية عبر مسافات هائلة.
وتركز التداعيات التي تسببها هجرة الحشرات على استنتاج آخر من قبل الباحثين، وهو إن إجمالي الكتلة الحيوية للحشرات المهاجرة يختلف من سنة لأخرى، مع فروق كبيرة قد تصل أحيانا ل 200 طن. ويوضح الباحثون بأن السبب في ذلك هو زيادة ولادة الحشرات في فصول الصيف الدافئة، والذي يؤدي إلى زيادة الكتلة الحيوية للحشرات المهاجرة. وعلى العكس من ذلك، فإن قلة ولادة الحشرات في فصول الصيف الأكثر برودة تؤدي إلى قلة الكتلة الحيوية للحشرات المهاجرة. وتعني ظاهرة التغيرات المناخية العالمية أن المناخ في جميع أنحاء العالم قد أصبح أكثر دفئا، وتبعا لذلك يعتقد بشدة أن عدد الحشرات سوف يزداد بشكل كبير. ويختتم الدكتور سابير حديثه بقوله: لا نعرف حتى الآن ما إذا ازدادت عملية التكاثر لدى الحشرات بشكل أكبر، أو إذا ما اقتصر الأمر على أنواع معينة من الحشرات. ففي بعض الأحيان يمكن أن تكون زيادة بعض أنواع الحشرات مضرة، ويمكن أن تكون نافعة. وبناء عليه، فمن المبكر للغاية معرفة ما إذا كان يتوجب الترحيب بهذا النوع من التغيير، لكن من المؤكد أن هذه الهجرة تعد أكبر وأهم هجرة قارية في العالم في عصرنا الحالي، فيتوجب علينا مراقبتها بعناية.